هذا المسيرة هي يمكن تعبير واضح عن يعني رفض الشعب الأردني لهذا الخطوة الأخيرة التي قام بها النظام. أنا أتصور شخصيا أن النظام تمادى في علاقته مع اليهود وفي تجاوز الشعب الأردني وفي يعني وتشعر وكأنه لا يحترم الشعب الأردني. ليش رضيتوا الحل السلمي؟ سنسعى إلى ليس فقط إسقاطها في الاتفاقيات ولكن أيضا إلى محاسبة ومحاكمة ومساءلة كل من سهل ويسهل وينفذ تسليم الأردن للكيان الصهيوني. صبح